ما فيش شك طبعا، وانت يعني رئيس نادي كبير وعالمي وعندك خبرات كبيره جدا جدا، دايما نجاحات النادي ما بيكونش نجاحات على المستوى الفني بس، لكن كمان على مستوى الاداره. شايف ازاي كمان هذه المعادله اللي بيحققها النادي الاهلي ما بين النواحي الفنيه من اداره فنيه لفرق الكوره او فريق الكوره، وكمان الأهم كمان على النواحي الإدارية، التنسيق على النواحي الإدارية ده كمان مهم جدا. شايفوا إزاي دوت أولا في عامة في الكرة الأوروبية من خلال الأندية الأوروبية، وشايفوا إزاي من خلال النادي الأهلي؟ بكل طبع نجاحات الأهلي دائما ما تتحدث عنه، والنجاح الذي وصله النادي الأهلي ليس فقط عمل محمود الخطيب، ولكن هو عمل جميع إدارات النادي على مر تاريخ. الأهلي هو نادي القرن الأفريقي منذ القرن العشرين، والخطيب كان لاعب في هذه الفترة، وكان لاعبا أيضا في فترة ما بعد ذلك، وكان مدير للنادي، وكان في مجلس الإدارة حتى وصل إلى كرسي الرئاسة. يجب أن أعطي الجميع حقه، الأهلي لديه نظام، وهذا النظام السبب في وصول الأهلي إلى القمة. يقلقك شوية دلوقتي أن النادي الأهلي على بعد خطوتين بس لطبعا معادلة الرقم القياسي الكبير في الحصول على البطولات القارية، خاصة دلوقتي ريال مدريد موجود في بطولة أبطال أوروبا. احنا كمان النادي الأهلي إن شاء الله نكون قريبين ونحصل على الرقم 11 الأفريقية. قلقك شوية الموضوع دوت أن النادي الأهلي ممكن في القريب أو في القريب العاجل يكون هو النادي الأكثر تتويجا في العالم ويليه ريال مدريد؟ أعتقد مع كل الاحترام الواجب لريال مدريد والأهلي، نتحدث عن كبير القوم في أوروبا وكبير القوم في أفريقيا. من الناحية الواقعية من الصعب أن يتفوق الأهلي على ريال مدريد نظرا لصعوبة المنافسة بين القارتين، ولكن من الجيد أن ترى فريق بعظمة الأهلي يقوم بعمل هذا في قارة أفريقيا وينافس فريق بعظمة المدريد. لكن أنا سعيد، تعلم لماذا؟ هناك فرق تتحسن خارج أوروبا وتسعى للتنافس معنا، والأهلي هو الأقرب لذلك.